اتهمت الصين الهند بتجاوز حدود متنازع عليها بين الدولتين في وقت أعلن الجيش الهندي مقتل 3 من جنوده في اشتباكات عنيفة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاولي جان أن جنودا هنود عبروا خط الحدود مرتين الاثنين واستفزوا وهاجموا عناصر صينيين، ما أدى إلى مواجهة جسدية خطيرة بين قوات الحدود على الجانبين.